لان هذا احتاج وقت، عندي وراي امتحان، فدا افرض فرضيه وياي ارجي اصدق صبغتي جرام ادور وين الكريستال فايوليت، هذا الكريستال فايوليت اغطي السمير ماتي، كبر السمير ماتي، افرض انه هذا السمير ماتي اغطيها، ايش قد السمير ماتي كلها المفروض اغطيها، اغطي السمير كلها اوكي، اتركها 1 مينت احسب، افتح البوري احسب، نفس الشيء تكون الطاقه ماتي للخارج بهالشكل، ما يصير بهالشكل لانه حتى لا يكون كله فرضي، انا اللي قدام قلت لكم فرضي لان ما عندنا وقت امتحان 1 مينت اوكي، لان تنزل اخر قطره شفافه استعمل الصبغه الثانيه وين ادور عليها، هي اللوكال ايودين اوكي، اتركها 1 مينت ولا ال 1 مينت ارجع ايضا اصبغ اغسلها العفو بدون ما الوت السنك، اغسلها لان تنزل اخر قطره، هنا أنا انتبه صبغه الكحول، الكحول دائما اسده لان يطير، اي اخذ اوكي ارجع سلايد ماتي هياته ارفعه، تشوفون وهي مايله ما مو بشكل عمودي، هي مايله حتى على السريع، فين ترك الموضوع تركه كمل ذب الكحول ارجع لمكانه واسده حتى لا يطير اوكي خلاص، تقدرون تغسلوا ووتر وتقدرون تعوفوا وتكملون بالسفراني، وين السفراني؟ هذا السفراني نفس الشيء، اغطي السمير ماتي جد السمير ماتي حجمه مساحه ماتي اغطي، اتركه ايضا 1 مينت نفس الشيء اغسله، ورا ما اغسله تنزل اخر قطره ناشفه اتركه يجف افحصه على عدسه 10 على عدسه 40 وارجع اكمل على عدسه 100، ولازم استعمل اويل اميرشن، بدون الاويل اميرشن ما اقدر اشخص بكتيريا، بدون اويل اميرشن ما اقدر اشخص بكتيريا، يعني الاويل اميرشن يعني ما اقدر ما تنشاف الا اويل اميرشن اوكي، عندكم سؤال الى هنا.